بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه وبعد، فربما أشرنا لذلك من قبل أن النفس والعقل والقلب والروح والسر كلها حقيقة واحدة، ولكن تختلف الأسماء باختلاف أين يقف الإنسان. أيوة. إن كان واقفا مع نفسه، يعني مع شهواته، مع نزواته، مع حظوظه الضيقة، تسمى نفس. إن عقل هذه النفس بعقال الشرع، ففي هذه الحالة تسمى عقلا. فإن ارتقى هذا العقل إلى آفاق أعلى سمي قلبا، ثم هذا القلب أيضا له آفاق أعمق فيسمى روحا، فإذا أيضا تسامت هذه الروح تسمى سرا، وهكذا للسر سر وسر السر، وهكذا يعلم السر وما أخفى. فهي حقائق حقيقة الإنسان. هي القلب هو فقط تعبير عن حقيقة الإنسان، يعني يعلم عن السر لب الإنسان. يعني يعلم السر وأخفى السر، وأخفى دي سر السر، سر السر وما هو أخفى من سر السر أيضا. وهكذا. فلذلك الإمام الغزالي في شرحه لهذا يقول، عشان نؤصل هذا، كيف أن هذه كلها حقيقة واحدة، وإنما هذه أسماء تعبر عن الموقف الذي يقف فيه الإنسان، أين يقف. فيقول أن القلب بيطلق لمعنيين، معنى هو خاص بالمعنى الحسي اللي هو الجزء اللحم الصنوبري العضوي، العضوي الموجود في الجسم في الجانب الأيسر من الصدر، وده بيدخل في علم الطب. هذا يعني خاص بإيه؟ بعلم الطب. تلك هذه العضلة التي تضخ الدم، وده بيشترك فيه الإنسان والحيوان. طبعا هذا عشان يقول لك ان مش المقصود بالقلب الحته دي، لان طالما بيشترك فيه الانسان والحيوان يبقى المعنى اللي مش مقصود، معنى اوسع. والحي والميت. ايوه. فما نتكلم بقى عن القلوب الحيه، يبقى اذا ايه؟ لا، لها معنى اخر. فبالتالي ايه المعنى الثاني الاخر؟ قال هو لطيفه ربانيه روحيه او روحانيه. روحانيه روحانيه لطيفه ربانيه روحانيه روحانيه. ايوه. لها بهذا القلب الجسماني تعلق، ما اللطيفة دي لها تعلق بالقلب اللي هو أيضا إيه؟ العضوي، العضوي، العضلة. واللطيفة دي هي حقيقة الإنسان، اللي هو المعنى القلب، إن في لطيفة معينة، لطيفة ربانية، سر روحاني موجود في الإنسان. هو ده حقيقة الإنسان. هذا السر هو الذي به يدرك الإنسان الأشياء، وهو الذي به يفقه ويعلم، وهو الذي به يؤمن، وهو الذي به يكفر، وهو الذي به يتسامى ويطيع، وهو الذي به ينحدر إلى أسفل ويعصي. وبالقلب هذا هو اللي هو المعنى الروحاني، هذا هو اللي الإنسان يعرف به مولاه، وهو الذي يجهل به، وهو الذي إذا عرفه عرف نفسه. أيوة. وإذا جهله جهل نفسه. ومن عرف نفسه عرف الله أو عرف ربه. إذن هو ده الحقيقة بتاعت الإنسان، اللي هو هذا المعنى الروحي أو الروحاني الرباني اللي في الإنسان، اللطيفة النورانية التي فيه، واللي مولانا ابن عطاء الله أشار فيها وقال: واعلم أن لكل مؤمن النور سر، وأنه لو كشف عن نور المؤمن العاصي لأنار ما بين السماوات والأرض، فما بالك بنور المؤمن التقي. يا الله. نعم. لو كشف عن نور المؤمن العاصي لأنار ما بين السماوات والأرض، فما بالك بنور المؤمن التقي. فهو ده إذن الحقيقة اللطيفة الربانية اللي موجودة في كل إنسان، وليس لغيره هذا. ومن هنا كان تكريم الله للإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ليه؟ بالمعرفة. لأن محل المعرفة
وأعلى درجات المعرفة هي معرفة الحق تعالى بالقلب. وهنا جاءت الأفضلية بالقلب والتفضيل بهذا المعنى، مش بالمعنى الإيه الحسي، لكن بهذا لهذا القلب المعنى ده تعلق ما بالقلب الإيه الحسي. التعلق ده العلماء غاصوا فيه ولم يصل أحد منهم، لأن إيه ده سر، والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الكلام فيه. الكلام فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل فامتنع عن الكلام فيه، هو سر من أسرار الله تعالى. علاقة الجانب الروحي ده اللطيفة اللي في الإنسان بهذا القلب، الجزء اللي هو الحسي العضوي فيه ده، العلاقة دي التعلق ما ده اللي هو العلماء قالوا سر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من الروح أمر ربي ولا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك امتنع على الكلام فيه. لكن الكلام في الأوصاف فقط، في الأوصاف بتاعة الروح دي مش في حقيقتها. أوصاف اللطيفة دي بنتكلم فيها، اللي هي التقوى والمظاهر الحميدة لها الربانية اللي فيها، والمظاهر والأوصاف الزميمة اللي فيها، ده فقط اللي اتكلم فيه العلماء.